من بداية البشرية وكل حقبة زمنية بتسيب للمستقبل حاجة بيقف قدامها كل جيل بتعجب شديد، والسابقين اللي عاشوا قبلنا سابوا لنا آثار رغم تقدمنا العلمي الشديد الأيام دي، إلا إن علومنا بتقف قدامها عجز عن تفسيرها أو حتى أسئلة بدون رد. زي مثلاً الأهرامات في مصر، إيه سبب بناء الأهرامات؟ وإزاي بنوها؟ وهدفهم إيه؟ وإزاي صمدت آلاف السنين وبقت شاهدة على أحداث تاريخية فاتت وكمان شاهدة على أحداث تاريخية هتحصل؟ وأصبحت الأهرامات المصرية أحد أهم عجائب الدنيا السبع. والسؤال هنا، ليه الأهرامات عجيبة من عجائب الدنيا السبعة؟ أولاً، الحجر الواحد في الهرم وزنه ما بين 2 طن ل 15 طن، وعدد أحجار الهرم حوالي 2,600,000 حجر. إزاي المصري القديم بأدوات بناء بسيطة يعمل الشكل الهرمي ده؟ وداخل الهرم مخارج ومداخل بطريقة هندسية معقدة، وده بيثبت إن المصريين القدماء مش بس متقدمين في الهندسة، ده كمان في علم الفلك، بدليل كمان إن مكان الهرم في المنتصف بالنسبة للقارات الخمسة. كمان الهرم بيقع تحت أكبر نجم في السماء، وممر الدخول للهرم بيشير لنجم القطب الشمالي. ده اللي لحد دلوقتي اكتشفناه بكل قدرتنا وإمكانياتنا حالياً وتقدمنا التكنولوجي، وما قدرناش نفسر إزاي اتبنى الهرم من أكتر من 3,700 سنة تقريباً بالتكنولوجيا المعقدة دي. وليه اتبنى؟ مصر فعلاً أم العجائب. هتلاقي من ضمن أشهر عجائب الدنيا السبعة منارة الإسكندرية، فنار فاروس بالإسكندرية. هو أول فنار ظهر في البحر المتوسط في العصر الهلنستي، وكانت الوظيفة الأساسية للفنارات هي إرشاد السفن وتوجيهها ناحية الموانئ المختلفة، وتم إنشاء الفنار حوالي عام 280 قبل الميلاد. طوله كان بيصل لحوالي 130 متر. الفنار بيرجع لحكم بطليموس الأول اللي بدأ العمل فيه، وبوفاته تولى الحكم بطليموس الثاني اللي أكمل بناء الفنار، وكان المهندس المسؤول عن بنائه هو المهندس الإغريقي سواتراتوس. وبترجع بعض الآراء اسم الفنار لكلمة فاروس، وهي الجزيرة التي أنشئ عليها، وهو أول فنار في العالم القديم، وصنف كواحد من عجائب الدنيا السبع القديمة لعدة أسباب. أولها الارتفاع الضخم اللي وصل ليه حوالي 130 متر، وهذا البناء بالنسبة للعالم القديم بيعتبر مهول الحجم. وتعرضت المنارة لأكثر من زلزال، إلا إن الزلزال اللي دمرها تماماً هو الزلزال الشهير اللي تعرضت لمصر عام 1303 اللي أصاب أكثر أبنية مصر بالدمار. وتمت بعض المحاولات لإصلاح الفنار بعد هذا الزلزال على يد الأمير ركن الدين بيبرس عام 1304 ميلادية. ومكان الفنار القديم تم بناء برج جديد هو المعروف دلوقتي بقلعة السلطان قايتباي. وفي الآخر لسه البشرية عايشة، ولسه ياما هنكتشف عجائب هتضاف للسبع عجائب الحاليين.